بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد مختار، خريج عين شمس دفعة 2007. امتحنت سي اس قريب في فلادلفيا، وكنت قريت على امتار الفكرة ان لو حد عنده experience في حاجة انه يشارك ال experience دي مع الناس، بحيث انها توفر على ناس كتيرة يعني اللي جاي مجهود وكده. انا just I want to thank دكتور محمد صلاح سليمان على المجهود الجبار اللي هو عامله في الجروب بجد، يعني ويجعله في ميزان حسناته، لان فعلا في ناس كتير قوي بتستفيد منه. وعايز اقول حاجة لكل الناس، لو انت تعرف حاجة حاول تشاركها وتسجلها، لان انا في الرحله بتاعتي نيويورك، وبعدين انا سافرت نيويورك، قعدت في نيويورك شويه، وبعدين سافرت فيلادلفيا، وبعدين رجعت على نيويورك، وبعدين رجعت كايرو تاني. الواحد بيبقى مش عارف الدنيا بتمشي ازاي، وده لوحده بيبقى ستريس مش قليل على اي حد اول مره يروح نيويورك او فيلادلفيا، بحيث انه تايه، طب اسيرش على الانترنت، طب اسيرش فين، طب اعمل فين. فانت دلوقتي خد التجربة، حاول انك تشارك المعلومات اللي عندك، وما تستهونش باي معلومة عندك، لانها ممكن تنفع حد وتوفر عليه كتير من الوقت والسترس. طيب، المواضيع اللي انا هتكلم فيها في الريفيو السريع دوت، ليه تمتحن في فيلادلفيا، و تاني حاجة ايه الحاجات اللي انت هتحتاجها لو انت هتسافر تمتحن سي اس ان جنرال. شوية فيزا هانتس و ترافلينج تو نيويورك سيتي، جي اف كي ان سبواي، نيويورك سيتي ماب، ترانسبورتيشنز تو فلادلفيا، هوتيلز ان فلادلفيا، وات افتر ارايفينج فلادلفيا، اند اكزامينيشن داي. Okay, let's start from Cairo to Philadelphia. Why Philadelphia? Philadelphia قريبة أوي من نيويورك، like ساعتين بالباص. طيران direct flights from Cairo I guess to New York only. ما فيش مدينة تانية في أمريكا على حسب معلوماتي أو قريبة من test centers غير نيويورك. اقرب تست سنتر نيويورك فيلادلفيا. طيب اوكي، في فرق في الناس تقولك لا فيلادلفيا اصعب او كده، لا ما اعتقدش ان فيلادلفيا اصعب. عدد الاي ام جيز اللي بتمتحن في فيلادلفيا موجودين يعني، وفي نفس الوقت انت بتوفر انك تسافر تست سنترز تانية، زي ما احنا نشوف الماب كمان شوية، ساعتين وقريبة من نيويورك. ايه از نيويورك؟ اند بي از فيلادلفيا، ساعتين from the JFK to Mark Street اللي هو في تست سنتر، از ساعتين وربع بالظبط. بينما عندك تست سنترز تانية في ولايات تانية، اتلانتا بعيدة، شيكاغو مش قريبة طبعا، تكساس، هيوستون هنا، لوس انجلوس في الغرب، فأقرب حاجة فيلادلفيا which is ساعتين. things you need is a white coat with stethoscope. working stethoscope cause you need to auscultate whom is just يعني trick انك بتحط السماعة بتاعتك على العيان، لا يعني you have انك تسمع. sometimes patients with SPs اللي عندهم نيمونيا، left side pneumonia او chest infection، when you put your stethoscope على left side of the chest بيعمل انه بيحرك كتافه، لكن هو actually ما بياخدش نفس، فلازم تسمع بالستيثوسكوب بتاعك في air entry or not special cases chest infection.
اوكي، valid passport for sure and visa. حاول تقدم على الفيزا قبليها بأربع أو ست شهور. ticket you can get your ticket from egyptair.com or aa.com for AA for American Airlines. أحسن rate for غالبا بلاقيه في American Airlines. و كان معرفش في 2011 I guess، معرفش الموضوع ده مستمر لحد دلوقتي ولا لأ، يعني كان فسخوا تعاقده مع أوربس وإكسبيديا. so tickets بتاعت American Airlines لو عايزها، which is يعني إلى حد ما أرخص tickets وأحسن rates، بتلاقيها على AA.com. معرفش بس I guess اللي أنا قريت قريب إن American Airlines رجعت على أوربس وإكسبيديا recently. طبعا ايجيبت اير دايركت فلايز تو نيويورك. كنت سامع كلام وحش كتير عنها، جربتها ظريفة. الطيارات بتاعت ايجيبت اير اللي بتروح نيويورك اي جس غير اي طيارات بتروح حتة تانية، ف ظريفة مش وحشة. وامريكان ايرلاينز يعني في ناس سافروا عليها، يعني في ناس بيقولوا كويس، في ناس بتقول نص نص. حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي انا كنت بحتاجها في السفرية ديت جي بي اس. مش كتير مننا متعودين انهم يتحركوا بالجي بي اس، بس هو الصراحة مفيد جدا. وحاول تتعود انك تتحرك بيه جوه مصر لانك هتستخدمه كتير جدا هناك. سمبل جي بي اس دوت جهاز او شيب تبقى موجودة في الموبايل، بتخليك او الموبايل زي ما هما بيحبوا يقولوها، يعني هناك موبايل يستغربوك قوي. بتبقى موجودة في الموبايل او الموبايل فونز. to connect your phone بال satellite. طيب ده محتاج انترنت؟ خطأ شائع عند كتير من الناس انه محتاج انترنت، بس هو actually ما بيحتاجش انترنت. انترنت بيسرع وقت connection جي بي اس بال satellite like it takes 5 or 10 or 20 seconds، بس من غير انترنت ممكن ياخد minutes. مهم جدا الجي بي اس. الانترنت برضو ممكن تحتاجه انك تلود المابس. يو هاف بيبقى في ابلكيشن على الموبايل اسمه جوجل ماب او حاجه زي كده، مابس از فور جوجل ماب. يو كان كاش المابس على الموبايل لو انت مش هيبقى معاك موبايل هناك قبل ما تسافر، لايك انك تجيب الخريطه بتاعت نيويورك مثلا لونج بريس عليها في الموبايل وتختار اوبشن اسمه بريكاش. هيلود الخريطة ديت على الفون بتاعك، مش هحتاج انترنت انك تروح. بس for sure if you want to search for something you have to have internet connection over there. That's for GPS. مهم جدا الواحد يتدرب عليه. لو مش معاك مش قضية كبيرة، بس for sure هيفيدك. for smartphones, smartphone like many phones like Samsung or iPhones or iPhone يعني حديث. debit card أغلب الحاجات sorry أغلب الحاجات هناك بتبقى ماشية بال debit card و internet card. ديبت كارد دوت ممكن يبقى معاك من مصر، بس لو انت معاك ديبت كارد من مصر لازم تتأكد انك معاك انترنت كارد valid، لان اغلب الحاجات برضو بتتعمل على انترنت كارد اونلاين. طيب انت معاكش ديبت كارد او انترنت كارد او sometimes الديبت بتاعك ما بيشتغلش على حاجات هناك، او they reject internet transactions اللي بتتعمل من بطايق بره states، وانت معاك اوريدي بتروح معاك مثلا كاش ماني، ممكن تحطها في تشيس بانك او بانك اوف امريكاز. انا تجربتي انا حطيت فلوس في تشيس بانك. كان صاحبي كان قال لي انه ممكن تفتح حساب في تشيس بانك،
وتحط فيه فلوس وما بياخدوش رسوم على الموضوع دوت، بس انت تقوله يعني انا ليا واحد صاحبي كذا كذا. يعني هو لو لقاك مش عارف حاجة بيدخلك في سكة انه بيدفعك فلوس، بس هو لو انت قلت له لا انا ليا واحد صاحبي كذا، فقول له put me on the waiver state عشان انا قاعد هنا شهر او شهرين ومسافر، فبيحطك على الويفر ستيت وبتكلمهم على الكاستمر سيرفيس نمبر بتاعهم قبل ما تسافر، بتأكد عليهم انت على الويفر ستيت. ويفر ستيت يعني ما يخصمش منك فلوس شهرية، وانا عملت كده وما بيخصموش فلوس، هما لزاز جدا يعني. حاطيني ويفر ستيت سنة وقالوا لي لو انت لسه برا مصر كلمنا كمان سنة وما بتدفعش رسوم خالص. بانك اوف امريكاز بياخد منك $25، برضو نفس القصة، في دوت وفي دوت، وانت ليك خيار انك تختار يعني if you want to put your money في اي بنك من البنكين دول. وفي نقطة كمان بالنسبة لل هناك، الديبت كارد والانترنت كارد حاجة واحدة. يعني احنا عندنا في مصر ما فيش حاجة اسمها ديبت كارد يشتغل اونلاين، لا هناك الديبت كارد يشتغل اونلاين عادي ما فيش اي مشاكل. regarding visa hence هما بيحبوا ان ال father is the sponsor وتجيب البنك statement بتاع بابا. لو قلت له ان انا بسبونسر نفسي دي بتبقى مشكلة، لان هم عارفين ان انت كدكتور الدخل بتاعك مش قوي قوي انه يعمل لك support في states، ف حتى يعني اما تديلوش فرصة انه يحاور تقول له my father is my sponsor، دي له bank statement. وانا كان في واحد صاحبي قال لي على حركة ظريفة جدا، تكتب ورقة كده على الوورد I وبعدين اسم باباك كذا 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 sponsoring my son كذا in his trip مثلا to states to do his CS exam from the period between كذا and كذا where this is my info my name my email my phone، وبتخليه يمضي عليها. هو قعد في الانترفيو يسألني شوية أسئلة، وبعد كده طيب انت مسافر ليه، طب مش عارف ايه وبتاع، طب عملت ايه في الستبس اللي قبل كده، طيب كنت مسافر السعودية ليه، فقلت له عمرة، فقال لي طب تمام، فقال لي مين السبونسر بتاعك، فقلت له ماي فاذر، قال لي وريني بنك ستيتمنت، وريته بنك ستيتمنت والورقة اللي انا كنت عاملها ديت، بص فيهم وقال لي I agreed your visa. فالموضوع سهل مش صعب، just خلي بالك من الموضوع دوت. في نقطة تانية انك you have to be intern or better to be intern or resident، يعني انت لازم تبقى committed لبروجرام عشان ما يرخمش عليك. انت قلت له انا جيبي، طيب انا دكتور في وحدة صحية، طيب انت كده مش committed لبروجرام. هو فاهم حاجات معينة، tracks معينة، انت you have to hit one of these tracks عشان يا ابروف الفيزا بتاعتك، وفي الاخر هي بتبقى توفيق من عند ربنا. التراكس اللي في دماغه ان انا كدكتور لازم ابقى كانترن او ستودنت او ابقى ريزيدنت، كده انا في بروجرام محترم. طيب انت دلوقتي مثلا جي بي او مش في حته يعني لسه تكليف بقى والكلام دوت، ممكن تعمل نايب زائر في اي حته وكيب ورقه ان انا مثلا ريزيدنت فروم كذا تو كذا، اللي تبقى موافقة مثلا الجامعة او المكان اللي انت فيه انك تبقى resident مثلا سنة او سنتين resident كذا في المكان الفلاني. بس لازم تبقى في بروجرام، ده بيسهل الامور جدا. هما دول النقطتين الحيويتين اللي اصحابي او لا الناس اللي انا اعرفهم لك 10 او 20 اللي بيبقى عنده defective دي او في دي ممكن يبقى rejected في دي او في دي. يعني لو قال مثلا انا اللي بسبورت نفسي او انا جي بي او كده، ده بيبقى نسب عالية يعني يبقى ريجكتد وما يتقبلش، وهي بتبقى توفيق في الاول وفي الاخر. تايز لايك انك مثلا عندك عيادة، عندك شقة، عندك عربية، عندك بنك ستيتمنت، خاطب كده. معلومة قالت لي don't wear classic I don't know why يعني، بس لاحظت فعلا ناس كتير مش لابسة هناك، و just البس لبسك العادي تي شيرت جينز بس انا مش عارف ايه السبب يعني، بس ده كان تحذير يعني من حد يعرف صديق ليا شغال في السفارة.
يعني المعلومة don't work classic دي اتقالت من حد شغال في السفارة بينصح صديق ليا قبل ما يعمل interview. arrive early like to be there like around الساعة 6. مهم انت بتوصل بدري، بتقف في الطابور بدري، بتخش بدري، بتخلص بدري. العملية بتبقى زحمة هناك وده شيء ممل جدا. don't lie ever. مهم جدا، وبيعرف اذا كنت انت صادق او لا. وسألني على السكور بتاعي في ستيب 2، ما كانش عالي بس انا قلته له، حتى قال لي يا راجل انت كده ناجح، فقال لي قلت له اه، فقلت له بس اشد حيلي بقى في الامتحان الجاي وكده، فقعد يضحك وبتاع. ف ممكن يبقى هو عارف اجوبة الاسئلة اللي هو بيسألها لك. ف يعني تحت اي ظرف انت مسافر تعمل امتحان ما بتعملش حاجة غلط، هو المفروض يديك الفيزا، بس هو الغلط اللي ممكن تعمله انك ما تقولوش الصراحة. Okay, now you got your visa and your ticket and you want to travel to New York. مصر طيران مثلا، هتروح مصر طيران بقت في تيرمينال 3 اللي هو المطار البرتقاني بتاع احمد شفيق اللي مصدعنا بيه كل شويه. هو مطار نظيف بس يعني ملناش دعوه بالسياسه دلوقتي يعني، بس هو في تيرمينال 3. سكيورتي تشيك سخيف شويه. انت في اي رحله مسافر تو ستيتس قبل ما تركب الطياره بيدخلك سكيورتي تشيك كده، بتقلع كل حاجه انت لابسها حرفيا ما عدا سوري الاندروير والتي شيرت مثلا والشورت او البنطلون بتاعك بس. ممكن لو في شراب اب تبقى بيسيبك تعدي من الجيت، اي حاجة تانية بتقلع. فحاول رحلة طويلة تلبس حاجة خفيفة، شورت، تي شيرت، حاجات واسعة. كوتش هيبقى يعني مش ظريف يعني، حاول تجيب سليبر او حاجة تتقلع بسهولة يعني وتبقى مريحة معك في الطيارة. باج الاونس فور ايجيبت اير از تو باجز بيج، كل واحدة 23 كيلو، توتال 46 كيلو، وان كاريون وان باك باك، وده احسن باك الاونس. سخيف شوية في وانت راجع بقى، لو يبقى معاك هدايا او حاجة you have to take care انك تبقى مسافر على مصر الطيران، باك الاونس بتاعها حلو. الباك الاونس بتاع American Airlines I guess one big and one carry on you can take a backpack، فهتفرق معاك 23 كيلو في ال one big bag. حاول ان الشنطة بتاعتك ما تبقاش ازيد من 23 كيلو او I guess 25 او up to maximum 30. لو انت American Airlines وهتسافر مثلا هتدفع عايز تدفع وزن ما عندكش مشكلة، برضو في ليميت في وزن الشنطة يعني، ما ينفعش انك تسافر شنطة 35 كيلو اقول انا لا ليه 46 كيلو. لا، هو في قانون حاجة في الطيران ان عشان العمال اللي بيشيلوا الشنط بيجيلهم ديسك او حاجة، فلازم الشنطة ما تعديش اي جس 30 كيلو. ف you have to take care يعني، عندك وزن زيادة قسمه على شنط لكن ما تحطوش في شنطة واحدة، العامل اللي بيشيلك الشنطة يجيله ديسك تبقى مشكلة، وهو مش هيرضى يخليك تطلع الطيارة، لو ممكن يسخف عليك لو شنطة ازيد من 30 كيلو. طيب انت سافرت دلوقتي ودخلت الطيارة وبعد 12 14 ساعة انت وحظك وصلت JFK finally. في حاجة اسمها في نيويورك المواصلات، احسن حاجة السابوي. ليه السابوي سريع؟ نيويورك كلها اشارات وزحمة، سابوي سريع وارخص من التاكسي، محدش بيستخدم تاكسي، كله بيستخدم مواصلات عامة، وفي نفس الوقت عملي جدا. انت ما توصل هناك هتاخد الاير ترين
اسمه سابوي اور ترين، هينزلك في محطة وتاخد بقى على حسب المكان انت رايحه في نيويورك. المعلومة دي انا عرفتها وانا جاي راجع من كايرو، بس المعلومة دي مهمة جدا. you can get a subway map on your mobile phone like iPhone or any smartphone. وكمان جوجل ماب فيها الماب بتاعت السبوي، اوبشنز كده بتطلع لك الخطوط بتاعت السبوي. نيويورك سيتي سبوي ابلكيشن دوت حلو جدا، وفي الماب بتاعت السبوي. يو كان ريكويست وان. المعلومه اللي انا عرفتها، سوري، المعلومه هي دي اللي انا عرفتها لما انا جيت راجع كايرو، ولقيت الناس كلها ماشيه بسبوي ماب ورق كبيره كده، فانا مش عارف هي بتجاب منين. وانا راجع بقى مصر اكتشفت انك you can request it من الراجل اللي بيبقى اللي زيه عندنا في مصر بيبيع تذاكر، بس هي هناك التذاكر ما بتتباعش، التذاكر بتتجاب ديبت كارد. ده فايدته ان لو انت مش عارف تشتري هو بيجيب لك تذكرة او بيوزع مابس لو انت طلبت منه. it's for free. okay, let's talk about subway cars. في كذا نوع من subway cars في نيويورك. في $10 كارد، في $28 per week and $105 per month. طيب دوت $10 دوت انت بتدفع بالركوبة. الركوبة بكام؟ $2 وربع رايح، عايز ترجع $2 وربع التانيين. لو انت في الاول ومش عارف هتنزل ايه او المعدل بتاعك، $10 دوت مناسب لحد ما تعرف المعدل بتاعك ايه، وبعد كده تشفت على حاجة تانية واكوردنج فترة انت. والله انت قاعد اسبوع او اسبوعين او ثلاثة في نيويورك وعايز تتفسح، ممكن تجيب بير ويك او مانث. لو انت بتنزل مرتين ثلاثة في اليوم ده هيبقى احسن لك. لو بتنزل مرة واحدة في اليوم بتعمل مشوارين او حاجة، ده ممكن يبقى احسن، سبيشال لو انت قاعد فترة قليلة. it depends، يعني انت قاعد اسبوع او اسبوعين هات لك دوت، وما يخلص هات واحد تاني. لو قاعد شهر وبتنزل كتير وبتتفسح كتير هات دوت. طبعا انت ممكن يعني تستكتر $105، بس نيويورك المواصلات فيها غالية والاكل فيها برضو شوية غالي، بس ده اوفر حاجة هناك. دوت سايت mta.info New York City Maps Subway Map، ده في المابس بتاعت السبوي كلها اللي هي ديت. انا جايب صورة منها. actually JFK is here. انت بتنزل هنا وبتاخد الترين بينزلك هنا، وبعدين تبتدي من المحطة ديت بقى تشوف انت تروح فين في نيويورك. actually نيويورك كذا حتة، كوينز هنا 4 أو 5 مناطق، هنا بروكلين، هنا منهاتن، ودي برونكس، وهنا فوق كوينز في أستوريا. المنطقة ديت هارلم، و منصحش ان حد يمشي فيها، سمعتها سبقاها ما شاء الله حرم. من اول كده تقريبا هنا نص او فوق دي اسمها سنتر بارك، مشهورة جدا في منهاتن. الاماكن السياحية في منهاتن اغلبها في ستريت 42 around here. بالمناسبة بس الستريتس بتبتدي من تحت لفوق، سوري، يعني 1 2 3 4 نوصل هنا 42 ونمشي هنا 80s and 90s. 42 هنا ده اللي فيه تايم سكوير وحاجات مشهورة. في 34 دوت بيبقى تحت شوية، دوت برضو فيه حاجات شوبينج حلو. بروكلين من الحاجات المناطق الظريفة جدا.
فيها مناطق شوية خطر around هنا، وهنا الدنيا شوية safe. انا رحت هارلم مرة واحدة بس، ما كنت مضطر اروح الزو، يعني زو فوق هنا شوية، يمكن فوق اكتر، بس يعني general talking ما تمشيش بالليل في اي حتة، يعني يفضل هارلم. حاول لو اضطريت انك تروحها تبقى مفتح كده والشمس موجودة يعني، وربنا يستر. Places to visit in New York City. You can visit museums, aquarium or zoo. موضوع donations. Museum زي National History Museum و Body Museum، ده جسم الإنسان كله متشرح، ظريف جدا لو انت interested في الأناتومي. Aquarium برضو كان ظريف، ده في بروكلين تحت، ومتروبوليتان برضو في نيويورك من الحاجات الظريفة، بس according للانترست بتاعك بتحب تتفرج على ايه. الزو موجودة فوق في برونكس. في نقطة دي انا عرفتها بالصدفة، الحاجات ديت اغلبها بتبقى تبع الحكومة، الحاجات اللي هي الخاصة زي مدام توسو ميوزيوم اللي هو حاجات الشمع، ده معلهوش موضوع الدونيشنز دوت. الدونيشنز ده عبارة عن ايه؟ انا كنت اعرف صديق ياباني مرشد سياحي هناك، فكنت يعني بروح الحاجات ديت وكده، فقال لي انت عايز تروح الميوزيومز وبتاع، فبقول له، فبيقول لي ما تدفعش الفلوس، فبقول له، بيقول لي مش التذكرة مثلا ب 20 او 25 او $15، فبقول له، بيقول لي لا ما تدفعش فلوس، فبقول له ليه؟ ازاي؟ قال لي انت هتروح على الشباك ما تقولش حاجة غير donations. فكان فاضل لي يوم او يومين كده في نيويورك، الكلام ده وتعرفته في الاخر، فقلت له يعني، قال لي بس انت قول donations، فهتقول لك كام، تقول لها اي رقم تدفع وتخش. انا لحد دلوقتي مش عارف فكرتها ايه. فانا جربت الموضوع ده في الناتشرال هيستوري ميوزيوم، كنا بتاع 4 أو 5، فقلت لها دونيشنز، قالت لي كام، فقلت لها مثلا $5، قالت لي شكرا، اديتها $5، اديتني 5 تيكتس. موضوع دونيشنز دوت ما يعرفوش غير اهل البلد، وده هيبقى مفيد جدا لو انت هتروح اماكن كتير، وهيوفر لك شوبينج زي ما قلنا 34th ستريت في ميسيز مثلا، H&M، في محلات كتير هناك. اوكي، انت خلاص خلصت الرحلة بتاعتك في نيويورك، او مش هتقعد في نيويورك كتير، معلش سوري انا طولت الفترة اللي فاتت، بس يعني اغلب الناس بتنزل في نيويورك وبعدين تسافر فيلادلفيا وبعدين ترجع نيويورك، فانا ماشي في الباثوي دوت. you can start from here لو انت هتروح فيلادلفيا دايركت، او مش هتقعد كتير في نيويورك. transportation to Philadelphia. في حاجة اسمها ميجا باص. ميجا باص دوت باص بياخدك من نيويورك يوديك فيلادلفيا في ساعتين، 2 ساعة و10 دقايق، باص يعني ظريف. مفروض theoretically شغال فيه واي فاي، بس وقت الباص اللي انا خدته كان تقريبا عطلان او حاجة، بس هتلاقي فيه واي فاي نتورك جوه الباص، بلس اور ماينس انها تكون شغاله انترنت، مش دايما تبقى شغاله انترنت. طيب يو كان طيب انت دلوقتي عايز تروح فيلادلفيا، انت دلوقتي بتخش على megabus.com. تمام، megabus.com انا فاتح السايت بتاعه اهو، ده megabus.com. بتختار هنا وبعدين ندوس مثلا open new tab. اوكي، بعدين بتختار leaving from، تختار نيويورك، traveling to Philadelphia، out bound date، بتختار اليوم اللي هتروح فيه واليوم اللي هترجع فيه بس، وبتدفع بالاونلاين انترنت كارد بتاعك او الديبت كارد بتاعك لو انت بتطلعه من تشيس بانك او بانك اوف امريكاز. my recommendation is انك تحجز التيكت بتاعك بدري، لان كل ما تحجز بدري التيكت بيبقى ارخص. التيكت ستارت فروم $1 تو $15 اكوردنج الوقت انت بتحجز فيه. لو حاجز بدري وعارف مكان امتحانك وميعادك كل حاجه، ممكن التيكت تبقى في حدود يعني $7 أو $8 maybe $5 $4 اكوردنج. لو انت مثلا
هتسافر بكرة ممكن تلاقي التيكت $15 average around 8 per trip. حاول توصل محطة الباص بدري. ليه؟ لأن وارد انهم مثلا يكونوا مغيرين مكانها، الدنيا هناك ما بتو يعني بتبقى سخيفة شوية، انك مفيش guidelines قوي. انا جايب لكم صورة لمحطة الباص، ممكن نشوف الدنيا تمشي ازاي. leaving from Port Authority Bus Terminal New York City، دي اكبر باص I guess باص terminal في نيويورك اسمها Port Authority. بورت اوثورتي دي للباص تقريبا تبع الحكومه، بس ميجا باص دوت شركه خاص. فهو اكشوال ميجا باص بيقف في حته كده في البورت اوثورتي مش جوه. هوريكم صورتها دلوقتي. هتطلع من البورت اوثورتي توصل فيلادلفيا في 30 ستيشن اسمها 30 ستريت فيلادلفيا. يو باي اونلاين بالديبت كارد او الانترنت كارد بتاعك، ديبت كارد لو من امريكا او انترنت كارد بتاعك. طيب دي بورت اوثوريتي ستيشن. الدور اللي فوق كونتينوس مع بعضه، دي الباصات بتاعتها بتاعت بورت اوثوريتي. اكشوالي الباص بيبقى واقف هنا في الحته دي على الرصيف دوت، يعني احنا بنبقى واقفين مستنيين في الحته ديت، والباص بيجي يقف هنا. وهتلاقي ناس لابسة حاجات كده في سفوري، جاكيت في سفوري، ممكن تسألها الميجا باص بيجي فين رايح فيلادلفيا، بيشاور لك تقف فين، وبتلاقي طوابير ناس وحاجات. ما تخش بورت اوثوريتي. بورت اوثوريتي جوه متاهة، وتجربة بالنسبة لي ما كانتش ظريفة قوي. العنوان اللي بيبقى مكتوب على التذكرة بتاعت ميجا باص it's between 41 street it's on 41 street between 8th and 9th avenues، اللي هو المكان ده بالظبط. الدور اللي تحت الشارع اللي ماشي في نص بورت اوثوريتي هو الميجا باص بيجي يقف هنا، لا يمين ولا شمال. طيب بالنسبة للفندق اللي هتنزل فيه فيلادلفيا، موضوع انا من الناس اللي موضوع الفندق دوت يعني بقعد لازم ادرس كل الفنادق الموجودة في المنطقة عشان اختار احسن فندق في المواصلات واحسن فندق في regarding value. فلقيت ان الفندق اللي تنزل فيه هناك لازم يبقى جنب الترين او جنب السابوي. ولو انت جاي طيران على فيلادلفيا دايركت، لايك انك you will take مثلا American Airlines from Cairo مثلا to Heathrow، وبعدين هتاخد حاجة من Heathrow to فيلادلفيا دايركت، الفندق بتاعك لازم يبقى جنب المطار يفضل يعني، ولازم طبعا السعر بتاعه يبقى معقول. طيب for this I use booking.com او hotels.com or trip advisor عشان اشوف الريفيوز. trip advisor اكبر سايت في ريفيوز للهوتيلز. my personal experience كانت ان انا اخدت microtel in and suites philadelphia airport. الفندق دوت كويس جدا. مميزاته ايه؟ انه جنب المطار وجنبيه مترو، جنبيه ترين ستيشن، 7 دقايق او 5 دقايق ماشي من الفندق، وجود فاليو لايك بعد التاكسس لايك كان مثلا $75 او حاجه زي كده دبل بيد. في افيلبل ترانسبورتيشنز، انك ممكن تارينج مع فرونت ديسك يجيب لك تاكسي لو انت عايز تروح الامتحان بالتاكسي مش عايز تروح Airport. You book online but pay when you arrive. معنى الكلام دوت ايه؟ معنى الكلام دوت انك بتحجز الفندق بالانترنت كارد بتاعك بس ما بيخصمش منه، بيعمل حاجة اسمها hold للاماونت مثلا او الليلة او الفترة اللي انت هتقعدها في الفندق، بيعملها hold في الديبت كارد بتاعك، بس انت بتدفع بالفيزا او بالكاش. الفلوس ديت بتبقى في الهولد يعني ما تقدرش تستخدمها، وبتشال من عليها الهولد مثلا بعد 30 يوم او 3 اسابيع، بس هو بيضمن ان انت هتوصل الفندق، وفي حيث انك لو ما ظهرتش في الفندق بيشارج يو اول ليلة او اول
ليلتين على حسب البوليسي بتاعت الفندق. الفندق دوت البوليسي بتاعته لو انت ما ظهرتش في مثلا انت حاجز 3 ايام ما ظهرتش خالص او يعني لاي ظروف ما رحتش بيشارج يو، لو انت كنسلت مثلا قبليها بفتره مش بيشارج يو اي حاجه، بس لو انت ما روحتش من غير ما تكنسل I guess بيتشارج يو فيرست نايت. ريت اونلاين و اديشنال تاكسس، انت بتدفع الريت الموجود اونلاين بتدفع اديشنال تاكسس. دي I guess no microtonal use فيلادلفيا ايربورت، ودي الاوضه اللي موجوده عندهم. الريتس يو هاف انك تو انتر التشيك ان ديت والتشيك اوت ديت عشان تشوف ال اسمه ايه دوت الريت بتاعه. هو كان في حدود اي جس $75 ده اقل حاجه. كان مهم جدا ان يبقى في ايربورت شاتل لو انت هتيجي من المطار، وانترنت فري انترنت وبريكفاست يعني عشان تشغلش بالك من الاكل وانت هناك وتعرف تذاكر. اوكي now we will talk about arriving Philadelphia في الجزء الثاني.